بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ النهاردة نشرح الفيديو الأول للكاتيا سكيتشر. ادخل على قائمة ستارت ميكانيكال ديزاين سكيتشر، هيفتح نيو بارت. اوكي، هنلاقي تحت مكتوب select plane a plane a planar face or sketch، وهنلاقي أمر سكتشر أكتب. أقدر أختار إكس واي بلين أو أقدر أختار زد واي، أي مستوى أفقي بالشكل ده. هندخل مباشرة على سكتشر ورك بنش زي ما احنا شايفين. طبعا عشان نرسم أي سكتش ليه شروط، لازم المستوى اللي أنا هرسم عليه أو الفيس اللي أنا هرسم عليه يكون مستوى بلينر، ما يكونش سطح فيه أي انحناء. مش هينفع أرسم على أي سطح فيه انحناء، لازم يكون مستوى سواء أفقي أو رأسي أو أي مستوى مائل بزاوية. زي ما احنا شايفين كده الانترفيس عندنا تول بار اسمه سكتش تولز، من أهم الأدوات اللي احنا هنستخدمه كتير جدا واحنا شغالين. هو تول بار متغير بتغير الأوامر، يعني لو أنا ابتديت أرسم لاين هتظهر لي هنا مدخلات الأمر، سواء كنت هبتدي أرسم اللاين بتاعي symmetrical extension أو هبتدي أدخل إحداثيات الـ start point والطول وزاوية ميل اللاين. لما أجي أرسم لاين أنا ممكن أبتدي أدوس على تاب من الكيبورد وأكتب مثلا 10، تاب 10، وأنا كده حددت الإحداثي الأفقي والإحداثي الرأسي بقيمة 10 مللي. هنا رجع تاني يقول لي end point، أنا مش هحط end point، أنا هحط هنا length وليكن مثلا 100 مللي، وهحدد زاوية الميل بتاعتي ولتكن مثلا 45 درجة، وهدوس enter، فهيبتدي يرسم لي لاين الستارت بوينت بتاعتي عند نقطة 10 و10 ومايل بزاوية 45 على الأفقي بالشكل ده، طوله 100 والزاوية بتاعته زي ما احنا شايفين كده. كان ممكن يتحرك في الاتجاه ده أو الاتجاه ده، طبعا هو خد الاتجاه الأسفل. نقدر نغير من الكونسترين السيكتور بتاعنا اللي احنا عايزينه يكون موجود فيه من هنا، ونخلي زي 45 سيكتور 1. بالشكل ده. لو انا عايز ارسم ديليت، لو انا عايز ارسم ريكتانجل عندنا كذا طريقة، او ارسم بروفايل، عندنا مجموعة بروفايلز كتير هنا. لو انا اخترت اني ارسم ريكتانجل بالشكل ده كده، ومسحت أدلة الفيرتيكال والهوريزونتال كونسترين اللي موجودين هنا، وابتديت احط الكونسترين بتاعتي، دبل كليك اختار الخط ده واختار الخط ده، رايت كليك الاو سيمتري لاين على الواي، وهاخد الخط ده والخط ده، رايت كليك الاو سيمتري لاين على الاكس. عندنا في الكونسترين نوعين من
مقاسات رئيسيين المفروض إن إحنا نبقى عارفين الفرق ما بينهم. لو أنا جيت خدت مقاس بشكل مباشر كده، أنا حطيت كده لينس، حطيت طول الخط ده، لكن لو أنا استعملت إني أعمل كليك على العنصر الأول وكليك على العنصر التاني، فأنا كده حطيت distance. الفرق ما بينهم إيه؟ لو جينا كده عملنا دبل كليك على المقاس الأول، هلاقي هنا بيقول لي إن الـ supporting element بتاعتي line number one فقط، لكن لو جينا بصينا على المقاس التاني هيقول لي supporting element line number four و line number two، وهنلاقي إن الـ constraint اسمه offset. معنى كده إن المسافة دي offset، الكونسترين ده offset ما بين التو parallel line segment دول. لكن هنا ده اسمه length، وال supporting element 2D line اللي هو line number 4، معنى كده إن ده طول اللاين ده بس وليست مسافة ما بين الخطين دول. هدلت ده وهحط offset من اللاين ده لللاين ده، هلاقي ان الشكل بتاعي او الريكتانجل بتاعي fully defined واخضر تماما. هحط هنا مقاس وليكن مثلا 100 مللي، وهحط هنا مقاس تاني وليكن مثلا 150 مللي. عندنا نوع تاني من الريكتانجلز اللي هو السنترد ريكتانجل. انا جيت هنا ودخلت على عندنا مثلا سنترد ريكتانجل اللي هو ده، هنلاقي فيه نقطة دايما موجودة باستمرار في مركزه، أقدر أرسم من الزيرو زيرو مباشرة كده. هيتفضل عندي إني أحدد الطول والعرض من الخط ده للخط ده ومن الخط ده للخط ده، وهعمل دبل كليك 150 في 200 مثلا أو 250. يبقى أنا كده قدرت أرسم ريكتانجل فولي ديفايند مرة تانية. ولو دخلت على السكتش تولز بتاعتي سكتش اناليسيس، هلاقي ان البروفايل بتاعي كلوزد، وهلاقي الدياجنوستكس بتاعتي ايزو كونستريند بالكامل زي ما انتم شايفين. السيركل، خلينا رسمنا سيركل، نقدر نرسم السيركل بالشكل ده. هنلاقي ان ليها مركز زي ما انتم شايفين كده. المركز ده نقدر نحدد بعده كام عن الاكس وكام عن الواي، وحدد نص قطر السيركل بتاعتي دايمتر او ريديوس بالشكل ده. ونقول مثلا ان المسافة دي ار 100 زي ما نشوف. لو انا رسمت دايرة تانية بالشكل ده كده، اقدر اني اعمل دبل كليك واختار الدايرة دي، اختار الدايرة التانية دي، ورايت كليك واختار كونسنتريسيتي. كونسنتريسيتي انا اقدر اعمل كونسنتريسيتي ما بين دايرتين، او ما بين قوس، ما بين قوس ودايرة، ما بين نقطة ودايرة. فاحنا نقدر نعمل كونسنتريسيتي ما بين قوسين او دايرتين، او قوس ودايرة، او نقطة وقوس، او نقطة ودايرة. كل ده متاح ان احنا نستخدم معاه concentricity constraint. انا لو جيت انا رسمت هنا كده point بالشكل ده، اقدر اني اختار النقطة واختار الدايرة ورايت كليك concentricity. ده انا لو عايز النقطة دي تتحط على المركز بتاع الدايرة. طيب لو انا رسمت قوس بالشكل ده arc 3 point، وعايز الارك ده يبقى concentricity مع نفس الدايرة، اختار القوس ده واختار الدايرة دي، right click concentricity، هنلاقي برضو مركز القوس مع مركز الدايرة زي ما انتم شايفين. كمان لو احنا حبينا نرسم اي شكل معقد شوية، وليكن مثلا بروفايل او continuous line، لو عايز ارسم continuous line اقدر ابتدي اني ارسم بالشكل ده كده.
أول ما بيحصل ديتكت للاتجاه الأفقي بلاقي الخط بتاعي أزرق، أي ديتكت للاتجاه الرأسي بلاقي الخط بتاعي برضه أزرق. لو أنا مش عايز يحصل اللون الأزرق ده بدوس على شيفت من الكيبورد في أي ديتكشن لأي اتجاه أو أي سناب عايز يتم بيتلغي. طبعا هي بيحصل سنابنج على الاتجاه الرأسي بشكل ده، أروح شيفت هيتلغي وأقدر أرسم من غير أي سناب. آخد اتجاه الرأسي، ممكن آخد اتجاه أفقي، ممكن آخد اتجاه رأسي مرة تانية، اتجاه أفقي، ممكن أرجع تاني هنا لحد مثلا المستوى الخط اللي هنا. ممكن أحول الخط ده لقوس من دايرة بالشكل ده كده، ممكن أرجع أرسم تاني كده وأحوله تاني لقوس من دايرة بالشكل ده وأخرج بره الأمر. عندي هنا بروفايل اترسم بالشكل ده، ممكن أنا أكون مش عايز القوس ده وعايز أبتدي أقفل الشكل بتاعي، فأقدر أستعمل ترم وأختار الخط ده وأختار الخط ده فهقفل الشكل، وأختار الخط ده وأختار القوس ده فهقفل الشكل بتاعي، وأبتدي أتعامل مع الكونسترين. أول حاجة هعملها ممكن أحدد إن الخط ده والخط ده اللو سيمتري لاين على الواي، وهحدد إن الخط ده والخط ده اللو سيمتري لاين على الإكس. المسافة من هنا لهنا والمسافة من هنا لهنا والمسافة من هنا لهنا النقطة دي لازم نتأكد هل هي coincident مع الخط ده ولا لا. أمسك الخط كده أحرك وهلاقيه ده بيتحرك، أنا محتاج إني أخلي النقطة دي أو الخط ده مع الخط ده coincidence، تمام. محتاج أعرف المسافة ما بين المركز ده والواي كام، محتاج أعرف المسافة من الخط ده للنقطة دي كام. كده يبقى الشكل بتاعي fully defined، ميفضلش غير إن احنا نحدد المقاسات بتاعتنا، وليكن المسافة دي مثلا سي 400، المسافة دي سي 1000، المسافة دي 400، المسافة دي 1800، المسافة دي 1000. كده يبقى الشكل بتاعي fully defined. كده احنا الشكل بتاعنا اكتمل fully defined. لو انا عايز ابتدي اكمل اي خطوات تانية، وليكن مثلا عايز اخد القوس ده انقله سيمتري الناحية التانية، هعمل select للقوس وهلاقي هنا مجموعة ادوات منها mirror symmetry translate rotate scale offset. عندنا أول حاجة ميرور وعندنا بعد كده سيمتري. لو استعملنا ميرور هناخد نسخة من القوس ده سيمتري على الواي مثلا بالشكل ده كده. الفرق ما بين ميرور وسيمتري إن ميرور بتاخد نسخة ميرور، أما سيمتري بتمسح الأصل. أنا نجرب كده، لو أنا حبيت أعمل سيمتري للخط اللي فوق ده وأختار سيمتري، أختار الخط ده وبعدين هختار الخط ده، زي ما انتم شايفين كده لغت اللي فوق وخدت الخط كله الناحية التانية. هعمل Ctrl Z بالشكل ده. هاجي هنا ممكن احول الخط ده، لو انا عملت عليه دبل كليك اقدر احول ال Construction Line بالشكل ده كده،
أو ممكن أستعمل السكتش تول بإني أحوله من ستاندرد إليمنت أو ستاندرد لاين لكونستراكشن لاين بالشكل ده. هيبقى فاضل بس إني أغير الكونسترين، أغير التول ده، ألغي الكونسترين ده، وهبتدي أعمل اكستند أو تريم للخط ده مع القوس ده، والخط ده مع القوس ده بالشكل ده. وفي الحالة دي أقدر أدلت الكونستراكشن لاين اللي هنا، ملوش لازمة دلوقتي. عندنا كمان إمكانية إن إحنا نرسم، خلاص أنا همسح دول وهمسح الخط الجيومتري ده. لو حبينا نرسم إليبس، حبينا نرسم إليبس، الإليبس ليه 5 degree of freedom. أقدر إن أنا أحدد أول حاجة مركزه، أول حاجة ليه مركز. تاني حاجة أول حاجة المركز بتاعه ليه قيمتين إكس وواي. أول حاجة البعد عن إكس، تاني حاجة البعد عن واي، ليه قطر الميجر أكس والماينر أكس، وليه اتجاه مع الأكس. قد تكون دي مثلا 45 درجة، قد يكون المسافة دي ساي 200، والمسافة دي برضو 200، وده 800، وده ساي 300. بكده أكون عرفت الإليبس تعريف تام. زي ما احنا شايفين دي 5 degree of freedom، 1 2 3 4 5. الأجسام بتوعه المركز ليه بعدين واتجاه، ولينا ليه هو الإليبس نفسه ليه اتجاه سواء أفقي أو رأسي أو مايل بزاوية. تعالوا كده نجرب نرسم، نشوف لاين. لما بنيجي نرسم لاين بيظهر لنا هنا حاجة اسمها symmetrical extension. لو اخترتها هقدر ارسم اللاين بتاعي من نقطة في المنتصف، من نقطة في المنتصف بالشكل ده. هنلاقي هنا في نقطة، أقدر إني أحدد البعد ده كام، وليكن مثلا سي 1000 ملي، وأقدر أحدد الطول ده كام، وليكن مثلا 500 ملي بالشكل ده. هنلاقي إن اللاين بتاعنا ليه نقطة في المنتصف، وهنلاقي كونسترين زيادة هنا، في كونسترين هنا اللي هو equidistant أو concentricity، نقطة في منتصف الخط هي دي. ولو بصينا على السكتش جيومتري هلاقي عندي 3 نقط: start point و end point و mid point و line segment بتاعتنا. عندنا كمان حاجة اسمها أكس. الحقيقة أي سكتش بنرسمه ما نقدرش، أي سكتش بندخل جوه عشان نرسم ما نقدرش نرسم غير أكس واحد. أكس واحد فقط هو اللي احنا نقدر نرسمه جوه السكتش. لو أنا جيت رسمت أكس تاني بالشكل ده هلاقي إن الأكس الأولاني تحول إلى من اكس الى ستاندرد اليمنت، زي ما انتم شايفين كده اصبح، ممكن احوله لاين في الاخر. اما الاكس ما اقدرش، ملوش اوبشن انه يتحول الى كونستراكشن لاين. الاكس طبعا ليه دور في عمليه الموديلنج. لما بنيجي نعمل نستخدم امر ريفولف او جروف او شافت ونحط في السكتش بتاعنا اكس، بتبقى عملية الدوران او عملية الريفولف اللي هتتم، الاكس اللي موجود جوه السكتش ده هو الاكس، بيستخدم كانبوت جوه الفيتشر بتاع ريفولف او جروف او شافت في 3D موديلنج. وان شاء الله هنشوف الكلام ده بعد كده.
عندنا كذا كذا طريقة لرسم ال الأركات. عندنا ممكن أرسم 3 point arc، ممكن أرسم 3 point arc starting with limit. starting with limit مقصود بيها إني ببتدي بالنقطتين اللي في الليمت اللي في الحرفين، وبعدين أحط نقطة تالتة على القوس. قوس زي ده عشان أبتدي أعرفه لازم أحدد مكان المركز فين. أول حاجة المركز ممكن أقول إنه coincident على الواي مثلا، coincidence على الواي. ممكن أقول إن النقطتين دول اللو سيمتري لاين. ممكن أرسم الخطين دول، خط من هنا لهنا لهنا، افتح ده وأخلي الخطين دول construction line، وأبتدي أحدد الزاوية دي كام. ولتكن مثلا 90 درجة، وأحدد ال R radius. مثلا ار 500. بعد كده هيبقى فاضل لنا ان احنا نحدد الخط ده. يعني هنا في نقطة، النقطة دي مثلا بعدها كام على عن الاكس، ولتكن مثلا 500. وبكده يبقى السكتش بتاعي فولي ديفاين. انا عشان اعمل طبعا النقطتين دول سيمتري فاخضر، لكن لو انا لغيت السيمتري هيبقى لازم احدد اتجاه، زي ما انتم شايفين كده لازم احدد اتجاه الخطين دول فين. ممكن يبقى افقي مثلا، ممكن اختار ان الخط ده افقي horizontal، فتبقى ربع دايرة بالشكل ده. طبعا ربع دايرة لان زاوية 90. لو لغيت ال H وخليت الخطين دول، الخط ده والخط ده اللو سيمتري لاين على ال Y، فهيبقى القوس بتاعي fully defined في الوضعية دي وبالشكل ده. وبكده نكون شرحنا جزء كبير من السكتش أو أوامر كتير قلناها، ولسه فاضلنا شوية أوبريشن هنبقى نشوفها إن شاء الله في الفيديو اللي جاي بعد كده.